لأنه أنا واثقة بنفسي، إنه أنا شاعرة حقيقية، فاللي واثق من نفسه ما راح يخاف من شيء. شاعرة حقيقية، ليش أكو شاعرة مو حقيقية؟ ليش من يطلع ولد مبدع دا يكتب ودا يشتغل شغل حلو ونصفق له ونأيده ونقول له عافية، بينما من تطلع شاعرة دا تبدع ودا تشتغل شغل صح نقول لها أوفي، هذا من يقول أنت تكتبينه هذا مو إلك. ما ممكن نجي نقيس اليوم القصيدة النسائية مع قصيدة رجل شاعر. شنو قصدك يعني مثلا قصيدة رجل أقوى؟ فهي تقول له لا تباوع وتندار ما نحكي خلنا، كل ما أصد عليك أدعي على هلنا. الله. هو يقول لها قد ما على أهلي وياك أدعي بقلب حار، قد ما على أهلي وياك أدعي بقلب حار، هالصلة سبع قصور حاجزني بالنار. غدير، لو كانت هناك مفاضلة بين الشعر والصداقة لمن تختارين؟ ويا كسرة غرور بهاي تاليتي، إلا يحها بعد ما بيها حيل تقوم، لا تسألني ليش قعود صليتي، إلا يحها بعد.